مداخلة مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي أولمبياكوس الحالي والمهاجم المميز جدا جدا اللي فاز فريقه في آخر مباراة 1-0 واستطاع إنه يجيب هدف الفوز، وهو الكابتن أحمد حسن كوكا. يا أحمد، ازيك يا عمر؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي، تعالى. أخيرا. يعني طبعا انت اخ اصغر طبعا، وانا بتشرف انك تكون موجود معايا على الهواء، واكيد مشرف مصر بوجودك مع المنتخب او مع فريق اولمبياكوس وقبليها في الدوري البرتغالي، لكن اخر مباراه بسم الله ما شاء الله بتنجح ان انت تقود فريقك على الفوز على فريق ارس سالونيكي 1-0، وبتقود فريقك لثلاث نقاط غاليين جدا في منافسه شرسه جدا مع فريق باوك المركز الثالث اولمبياكوس 19 نقطه بفارق 4 نقاط عن فريق باوك. حبيبي يا عمر، طبعا انت عارف ان انت اعرفك حبيبي من احنا صغيرين في الاهلي، وبعدين والدك كمان حبيبي كان في ربيع ياسين، فانت حبيبي يا عمر. طبعا والله احنا فعلا ماشيين كويس في الدوري، الماتشات اللي فاتت في ماتشين كده كنا مش كويسين ووقع من 100 نقط، فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نرجعهم، والحمد لله الماتش فات قدرنا ان احنا نكسب الماتش ونتعرف شويه من الفوز. يعني اكيد طبعا يعني هرجع معاك لأولمبياكوس، وعايز اسالك سؤال، يعني ليه احمد حسن كوكا دايما يعني بعيد عن الاعلام ومش متواجد في الاعلام، وانت شايف طبعا ان الاعلام اكيد بيكون ليه دور مع لاعبي كره القدم، هل احمد حسن كوكا شايف ان الاعلام مقصر في حقه، ولا احمد حسن كوكا مش بيحب ان هو يظهر كتير في الاعلام، مش بيحب ان هو يكون ليه وجود، وبيفضل ان هو يركز مع فريقه مع منتخب مصر؟ والله يا عمر زي ما انت قلت كده، انا ما بحبش خالص ان انا اطلع اتكلم كتير في الاعلام، والحاجات دي شايفها للناس اللي بتشتغل في الاعلام. انا ماليش، مش بحب الحته ان انا افضل كل شويه اتكلم، والكلام ده مش تبعي مش بتاعتي. انا اللي قدامي ان انا قصدي كاش بلعب وما يبقاش التمرين وفي ماتشاتي، وحته الاعلام دي بتاعتي ان انا اقول لحد يتكلم عني او ما يتكلمش عني، دي بتاعت الاعلام وشغلهم، فكل واحد براحته يتكلم زي ما هو عايز. دي شغلانه، مشغولين ان انا العب كوره وان انا العب بس، لكن مش في دماغي خالص ان انا اطلع واقعد اتكلم كتير. انت عارف يا عمر انا طبعا يعني محترم جدا اي حد في العالم. طيب يعني احنا برضو انتقالك الى اولمبياكوس تم كده في سريه، كلنا في الاخر اكتشفنا او كلنا فوجئنا بانتقال احمد حسن كوكا من الدوري البرتغالي الى فريق اولمبياكوس، ازاي تمت المفاوضات، وهل بيدرو مارتينيز كان ليه دور في وجودك في اولمبياكوس كونه مدربك السابق في فريق ريو افي، ولا المفاوضات تم بشكلها ازاي؟ والله يا عمر انا المفروض لما بدات مع النادي في دراجة في البري سيزون كلم معايا الايجنت بتاعي، كلم معايا في النادي على اولمبياكوس، ولما اتكلم معايا طبعا رحبت جدا بالفكره، لان نادي كبير جدا في اوروبا والاسم كبير جدا، كل الناس عارفه اولمبياكوس، وليه جماهير كثيره جدا وكبيره جدا هنا في اليونان وفي اوروبا كمان. فبصراحه لما جات لي الفرصه انا كنت مبسوط جدا، وبعدها بعد ما انا قلت للليجن بتاعي ان المواضيع كويسه واكيد موحد وكده، المدرب اتكلم معايا وكان مدربي في رياضه قبل كده اتكلم معايا، وبرده ده خلاني ارحب اكتر بالفكره، وخلينا ناخد الخطوه يعني الحمد لله. يعني احمد حسن كوكا المباراه الاخيره سجل هدف الفوز، كان عندك إصابة مع منتخب مصر في المباراة الأخيرة، لكن الغريب إن أنت بعد ما تتألق أو بعد ما تألقت في المباراة الأخيرة أنت مش موجود في قائمة منتخب مصر لمباراة تونس القادمة، هل أنت شايف إن كان في يعني هل كان في تسرع، هل كان في استعجال من جانب منتخب مصر إن هم يعلنوا القائمة من قبل ما يتأكدوا من إن أنت سليم أو إن أنت رجعت بكامل قوتك، ولا أنت شايف الأمور إزاي؟ والله يا عمر القيمة اتعلنت من اسبوعين، فطبيعي ان هو اي منتخب بيعلنها عشان الفيفا دي، فلازم بتتعلن قبلها باسبوعين. تمام. فانا في الوقت ده كنت مصاب، فانا ما ينفعش خالص ان انا اقول اي طب حاجة. هل يا احمد ما كانش يكون في تواصل ما بينك وبين الكابتن هاني رمزي علشان؟ بالعكس، على طول بنتكلم، وزي ما انا بقول لك يا عمر انا كل الاحترام للجهاز الفني ومستر اجيري، بصراحة راجل يعني محترم جدا وفكره عالي جدا. واحد لا انا هسألك، بص ما تحرقليش السؤال، اخلص الاول على اجابتك بعد كده هسألك على مستر اجيري بعد ما تخلص. هرد عليك بس. فبقول لك يعني على طول بنتكلم، والناس مساعديني بيكلموني، وكابتن هاني على طول بيكلمني، فالناس بصراحة في احترافية كبيرة جدا، وما حصلش اختياري، ده وجهة نظر المدرب
فني، ممكن يكون افتكر ان فتره الاصابه ممكن تاخد اكثر من كده، ما اعرفش اللي حصل بالظبط. بس زي ما بقول لك يا عمر، انا بعمل اللي عليا وبحاول اتدرب انا نفسي، وطبعا انا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. وزي ما بقول لك انا بحترم وجهه نظره، والمعسكر ده ما حصلش نظيف، ان شاء الله في المره الجايه يحصل نظيف. رايك يا احمد في وجودك مع منتخب مصر وانت لاعب من اللعيبه المحترفه اللي اكيد عنده راي وتمرن مع مدارس مختلفه كمديرين فنيين، لكن رايك في المدرسه المكسيكيه وده رايك في مستر اجاري من وجودك مع المنتخب وقربك كمان ليه في التدريبات؟ والله يا عمر، زي ما بقول لك انا شايف ان هو مدرب كبير جدا، وعنده فكر كروي كتير كبير جدا. بان من اول معسكر لما رحت المره اللي فاتت، الراجل عنده حاجه كتير جدا بيكلمنا فيها في الملعب وبره الملعب، واضح جدا في طريقه المعامله كمان مع اللعيبه، يعني واضح ان هو بروفيشنال وعارف يتعامل مع الناس كلها. فدي انا حاجه شايفها كويسه جدا، وبتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب، وبتمنى له التوفيق معانا وربنا يكرمنا ان شاء الله. بس ده بقول لك يعني هو فعلا مدرب كويس جدا، ومعاه مساعدين على اعلى مستوى، وكمان كابتن حاجة رمزي كان محترف وعارف الكره الاوروبيه والكره الافريقيه، وليه خبره كبيره جدا برضه في الملعب. فزي ما بقول لك انا صراحه الدنيا كويسه جدا في المنتخب، والناس محترمه شغلها على اعلى مستوى، وبنحاول ندي اكتر حاجه عندنا بحيث احنا فرح بلدنا. يعني احمد عجبني جدا المنتاليتي اللي عندك او الروح اللي عندك بعد بطوله كاس العالم الاخيره، ان انت بعد استبعادك، وكان قرار غريب جدا جدا بعد ما كنت موجود في كل المعسكرات لمنتخب مصر، لكن احمد حسن كوكا الروح اللي موجوده عنده بقرار استبعاده زادت من العزيمه من الاصرار، يعني كمان شفناك موجود في الدوري الداني مع فريق اولمبياكوس، فانا شايف ان دي حاجه قليله جدا ان انت كلاعب كبير يحصل معاك كده وتيجي معاك بالعكس، ان هي تكون معاك ان انت عايز تثبت لنفسك ان انت راس حربه مهم جدا وراس حربه قوي جدا وعلى اعلى مستوى، وانك تروح نادي اولمبياكوس ما حصلش معاك العكس، ان هي اثرت في نفسيتك، ان انت اتضايقت، ان انت اثرت في مستواك، ان حصلت او ممكن يكون كانت تسيب تاثير سلبي كبير عليك في فتره احترافك في اوروبا. والله يا عمر، طبيعي ان انا كنت متضايق بعد الحوار بتاع كاس العالم، بس زي ما بقول لك لازم احترم راي المدير الفني في اي اختيار ليه، ده وجهه نظره ولازم تحترم. وزي ما بقول لك برضه احنا عامه قبل ما نبقى كلاعيبه احنا مصريين، فنتمنى خير لبلدنا اكتر من اي حاجه. مظبوط. فانا مشجع قبل ما اكون لاعب، فدي حاجه لازم ان انا اكون مبسوط في بلدي وفرحان لها في اي حاجه حلوه اي انجاز يحصل. عندكم حصل ان انت لما حصل لك الموقف ده، انت ما ينفعش اي موقف غلط او انت مش مستنيه يحصل لك، ما ينفعش انه تهفك. انت كلاعب عامه المنتاليتي بتاعتك لازم تهيئها ان انت عايز توصل للحاجه دي، فانت ما ينفعش ان انت اي حاجه تحصل قدامك او تقف قدامك ده معناه ان هو هترجعك لورا، بالعكس اي حاجه توقفك او اي حاجه تحاول تهددك ان ما يموتكش يقويك. فانا بصراحه اخذتها تحدي، بحس ان انا باذن الله ارجع تاني واحسن من الاول، وربنا يكرمني ان شاء الله العب بعد كده احسن اكبر نادي في اوروبا. وزي ما بقول لك الواحد لما بيتعب ويدي كل حاجه عنده ربنا هيكرمه، بس الحمد لله على كل حاجه. عندكم المباراه اللي جايه في الدوري الاوروبي، انتوا في المركز الثالث، معاكم ريال بيتيس مركز اول، معاكم اي سي ميلان مركز ثاني، انتوا عندكم 4 نقاط في المركز الثالث، عندكم مباراه ان شاء الله يوم الخميس مع نادي في لوكسمبورغ، شايف فرص نادي اولمبياكوس ايه في الدوري الاوروبي؟ شايف انها فرص عاليه جدا، معانا مجموعه قويه زي ما انت لسه بتقول، ده ريال بيتيس واي سي ميلان، وفي فرقه ثانيه دولتسبورغ من لوكسمبورغ، فرقه كويسه برضو. بس زي ما بقول لك انا شايف احنا فرصنا كبيره جدا، وشايف ان احنا الماتش الجاي على ملعبنا هنكسب ان شاء الله الماتش ده، وساعتها هنقرب اكثر من الاثنين الاولانيين. وزي ما بقول لك انا شايف ان احنا فرصنا كبيره جدا ان احنا نعدي النكست فيز يعني في اليوروب ليج. يعني احمد كل التوفيق ليك، وان شاء الله نشوفك مع فريق اولمبياكوس تصعدوا الى الدوري الاوروبي وتاخدوا كمان تحصلوا على بطوله الدوري اليوناني، ونشوفك كمان مع منتخب مصر في الفتره القادمه سواء استعدادا لبطوله الامم الافريقيه بمباريات وديه او وجودك في البطوله نفسها ان شاء الله في الكاميرون 2019. حبيبي يا عمر ربنا يخليك، انا سعيد حبيبي اسمعك. ربنا يخليك، شكرا احمد. يعني كان معانا كابتن احمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني ونجم منتخب مصر، ويعني ما فيش حاجه نقولها لحضراتكم غير كانت مكالمه مهمه جدا نطمن بيها على نجمنا المصري.